ناس بتؤمن بالطريقة اللي الشياطين بتؤمن بيها ان ربنا خلق الكون ويقدر على كل حاجة. ليه كده؟ علاج ابنك الوحيد ان هو يذاكر. واخدت صفر في الامتحان. ما احنا بنشوف عيال حلوين كده ومفرحين والديهم. ينفع اتجوز؟ واهل البنت اللي بحبها رافضين شكلي كده. بيشتغل في فندق يغسل اطباق. حلو جدا الكلام ده ممكن لايامكم، لكن دلوقتي الدنيا صعبه جدا. في حاجه بتشدني لتحت، حاجه بتشدني لفوق. او نو، جربت ثاني يوم في البطه. خلاص بلاش جناح، ريشه واحده. طيب